طيب احنا بنتكلم عن قضية نادي القرن، ودكتور مدحت العدل شاف بشكل واضح ان نادي القرن حسم بشكل ليس فيما يخص البطولات، انما هو على عكس هنا ما حصل في افريقيا تم احتسابه في قارة اوروبا عن طريق البطولات. طيب ازاي البطولة اتحسبت فيما يخص نادي القرن في اوروبا؟ نشوف. تم اختيار نادي القرن في أوروبا بالتصويت. لو طلعنا الصورة هنشوف التصويت وفقا لأعضاء مجلة الفيفا فقط هما اللي صوتوا. كان نادي ريال مدريد فيها المركز الأول، وفي الوقت ده نادي ريال مدريد كان أقل بطولات من فريق إي سي ميلان اللي جه في المركز الحداشر. المركز الحداشر جه فيه إي سي ميلان الأكثر بطولات. يبقى أنا لما أقول لجمهور الزمالك إن الموضوع في أوروبا اتحسم بالبطولات وأفريقيا ما اتحسمش بنفس الشكل، أنا بقول مغالطة وبصير تعصب. والأهم إن لا يليق بيا كراجل بحط نفسي في منصب مرشح لرئيس نادي الزمالك أكون بأدعم موقفي في قضية بمعلومات مغلوطة. اعتقد ده اللي بيخلق التعصب اللي حضرتك دايما بتنظر على الناس ان احنا لازم نحاربه. هو الفكره بس عشان نكون واضحين ان ده اصلا ما تمش اختيار من الاتحاد الاوروبي لكره القدم. لا ده افضل، ده نادي القرن في العالم، نادي ريال مدريد هو نادي القرن في العالم. والبعض بيتحدث وبيقول برضو هو اتاخد برغم ان الموضوع تصويت، واعتقد الامور لو تصويت في افريقيا اعتقد الامور واضحه للجميع. مفيش اي استفتاء بيدخل فيه اي طرف من اطراف النادي الاهلي، اي حد تحت اسم النادي الاهلي يدخل اي استفتاء، الامر تم حسمه خلاص. الشعبيه واضحه جدا ومش هنجادل فيها كتير، وكل الاستفتاءات بتشهد بده. لكن نقطه مهمه ثانيه هي فكره ان البعض قال اصل هو واخد اعلى بطولات في دوري ابطال اوروبا. اعتقد الفريق الثاني مانشستر يونايتد واخد بطولتين فقط لا غير، فالامر كان كله جماهيري واستفتاء زي ما فارس قال من مجله الفيفا. واعتقد لو الكلام ده اتعمل في افريقيا النادي الاهلي هو نادي القرن. فبكل الطرق الكابتن او الدكتور مدحت العدل بيؤكد احقيه النادي الاهلي في لقب نادي القرن.